الحشيش رجع من تاني على قناة الزمالك. قناة الزمالك كلهم مهيسين، كلهم محششين، كلهم شاربين. تصريحات عجيبة وتصريحات غريبة وتصريحات مثيرة للشفقة ومثيرة للجدل. ادون كريستيانو رونالدو في مواجهة نارية مع الأباتشي. كريستيانو رونالدو يقود النصر السعودي لمواجهة نادي الزمالك في البطولة العربية، ولقاء الصقر، لقاء الحسم، لقاء الفرصة الأخيرة بين الزمالك المصري والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا. هنقول كل حاجة وهنشرح كل شيء، وليه بنقول الحشيش رجع من تاني على قناة الزمالك، وهيطلعوا بكرة يقول لك أنا شربت حشيش يا سعاد. بس اسمحوا لي الأول أرحب بإخواتي الغاليين، إخواتي يعني أهلي وعيلتي وناسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي وإخواتي ومتابعيني ومشاهديني، أفراد أسرة ملعب أفندينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ووحشتوني. قبل ما نخش بقى في تفاصيلنا وحكاياتنا ورواياتنا وحلقتنا النارية وحلقة الحشيش على قناة الزمالك، يعني زربو النوع على اللايك، ادعم اخوك باللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناة فضلا منك وليس امرا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من افراد اسرة ملعب افندين. نخش في موضوعنا بقى. طب يلا بينا. بص يا سيدي، الحشيش رجع من تاني على قناة الزمالك. طبعا كلنا عارفين قصة الحشيش وقصة اتهام مرتضى منصور لأحد اللاعبين انه بيشرب حشيش وانه بيجيب لمؤاخذة نسوان، وكانت ليلة كبيرة، لكن الحمد لله الموضوع عدى على خير لحد ما طلع الكابتن طارق يحيى. طارق باشا يحيى الإعلام الكبير، الإعلام القدير، نجم قناة نادي الزمالك، طلع علينا بتصريح مثير. إن شاء الله ربنا هيوفق الزمالك في البطولة العربية. طب إيه الحشيش في كده يا عم أفندينا؟ ده الراجل بيدعي وإحنا في ليلة النصف من شعبان، ربنا يتقبل منه، اللهم آمين. هقول لك استنى، هو قال التصريح ده وقام عامل كده وعلى المزاج وقام قايل لك ايه بقى يا سيدي؟ وان شاء الله اللي يحصل على البطولة العربية ان شاء الله يكون فريق عربي. الله عليك الله عليك، ده انت بتقول درر يا اخي، ده انت ايه الكلام الجميل ده؟ ده لقالي اللي انت بتقوله ده يخرب عقلك، يخرب مطنك، ده انا يعني مش قادر، ده انا عايز اجيب لك بهير ينبهر معايا، يعني ان شاء الله ان شاء الله بتتمنى ان اللي يحصل على البطولة العربية يكون فرقة عربية برضه؟ يعني البطولة العربية واللي ياخدها فرقة عربية؟ يعني ما ينفعش يا كابتن تكون البطولة العربية وتاخدها مثلا فرقة نرويجية؟ ايه يا كابتن ده؟ يا معالي الباشا مش قادر تفرق بين البطولة العربية والبطولة الأفريقية والبطولة الأسيوية، ولا انت ايه ظروفك معايا يا كابتن طارق؟ الرحمة حلوة، الرحمة حلوة، وعكون مفكر انك لما بتقول الكلام ده بتعمل ترند بقى والناس بتضحك وبتغيظ، الناس بتتريق علينا احنا الزملكاوية ان انت موجود في قناة نادي الزمالك. يعني البطولة العربية اللي هياخدها ان شاء الله فرقة عربية، ما ينفعش تتمنى ان الزمالك اللي ياخدها؟ والآه يا اخي ده الزمالك مصري، احنا مالنا ومال الكلام ده؟ الراجل عايز فرقة عربية، انما ده الزمالك المصري. شكرا يا كابتن طارق، يا جميل يا لذيذ. طب سيبك من ده، تعال اقول لك على الانجل. الكابتن طارق كان مستضيف الطفل اللي بكى وكلنا تعاطفنا معاه، وكان بيمثل حال كل الزملكاويه على خسائر نادي الزمالك وعلى الفضايح اللي موجوده في الفريق. الكابتن طارق يحيى طبعا مشكورا استضاف الولد وبدا يتناقش معاه وبدا يقول له بقى كده على شويه حاجات. لا ده انت بتفهم هو يا ولد في الكوره، ده انت بسم الله ما شاء الله عليك يعني نبغى.
انا هسألك سؤال بقى، بما انك ولد بتفهم كده، وطبعا كلنا عارفين ان البدال قال له هسألك سؤال يبقى سؤال محفظه اجابته. ايه السؤال يا كابتن طارق؟ اتحفنا، استنى اما اخد سيجارة الحشيش بتاعتي. اسأل يا كابتن طارق، احنا جاهزين. بص يا سيدي، سأل الولد وقال له ايه اللي بيعجبك في معالي المستشار مرتضى منصور؟ الولد بكل ثقة وبكل براءة الأطفال رد عليه وقال له هو إيه اللي ما بيعجبنيش في معالي المستشار؟ معالي المستشار لا عمره زعق ولا عمره شتم حد ولا عمره غلط في حد ولا عمره أساء لحد. معالي المستشار الطيب الحنون الرقيق الجميل أنا بعشقه. هو الظاهر ان الكابتن طارق يحيى كان يعني فاهم الولد ان معالي المستشار يعني بيصيف مش في الحبس عشان خاطر انه ساب الراجل ده الكابتن محمود الخطيب. مش بس كده، ولا كان بيخليهم يسمعوه وهو بيطلع في مداخلات قناه نادي الزمالك، ولا سمعه وهو بيتهم احمد ابو الفتوح وعبد الله جمعه بالحشيش والنسوان. فعلا برافو عليك يا كابتن طارق، بس انا يعني عايز اقول لك على حاجه، الجمله اللي انت قلتها وخليت الطفل البسيط الطفل البريء ده يقولها دي اسمها تعريضه كبيره، وده ما يقومش بيها غير واحد معرضات كبير زي النجم محمد رجب. يعني بدل ما كنت تسال الطفل ده ابقى اسال محمد رجب. واضحه واضحه، انما الحشيش توصلوه للاطفال بلاش بلاش، عايزين نحافظ على اولادنا. بلاش يا كابتن طارق، خليك في حشيشك مع الشويه اللي انتوا قاعدين في القناه تحششوا فيها، انما توصلوها للاطفال وبراءه الاطفال تدمروها حرام عليك يا كابتن طارق، حرام عليك بإيه الله. انا مش هتكلم بقى على اللي كان بيقول لك كل سنه وانتم طيبين في ليله النصف من شعبان اخواتنا المسيحيين. طبعا اخواتنا المسيحيين على راسنا من فوق يا عم صبحي يا عبد السلام، لكن ايه علاقة ده بتاعتك؟ ليلة النصف من شعبان على فكرة مناسبة تخص المسلمين، ايه علاقتها باخواتنا المسيحيين؟ يا كابتن ما تكودوش. السقف نسيت، الصنف عالي قوي، صنف كراريس، انما ايه المعتبر؟ لحد هنا وهنسيب الموضوع بتاع الحشيش ونخش بقى للمواجهة النارية، المواجهة المنتظرة، الزمالك مواجهة النصر السعودي في البطولة العربية، الأباتشي في مواجهة الدون صاروخ ماديرا المدوي. وطبعا كالعادة هنطلع نقارن ما بين الأباتشي وما بين الدون، مع العلم إنها مواجهة ظلمة وإنها مقارنة ظلمة، إن إحنا نقارن محمود عبد الرازق شيكابالا بالدون كريستيانو رونالدو، لأن طبعا عارفين كلنا هي لصالح مين. أيوه لازم نطلع كده لما تبقى قناة الزمالك عاملة المقارنة وفي الآخر يفوز شيكابالا، يبقى الحشيش رجع تاني، يبقى الحشيش رجع تاني. ليه بقى؟ لأن شيكابالا معشوقنا احنا، وشيكابالا احنا بنحبه، وشيكابالا بالنسبة لنا في حتة تانية، لكن ما ينفعش أقارنه بكريستيانو رونالدو أحسن لاعب في العالم 5 مرات، هداف العالم، كل حاجة حققها كريستيانو رونالدو وأجي أقارن شيكابالا بيه. أنت متزمت زي ما قالوا عليك يا ولد يا أفنديك، أنت يا ولد بتخبط في الحلم. يا عمي يا سيدي إيه؟ متزمت إيه؟ المقارنة دي والله العظيم تنفع تبقى كوميكس. يعني لو حضرتك رجعت وبصيت على الصورة المصغرة اللي احنا عندنا تحس انها كوميكس. ما ينفعش احط شيكابالا واحط قبل منه رونالدو واقول المواجهة والدون في مواجهة الاباتشي. يا سيد الفاضل ربنا يستر في اللقاء ده وما نطلعش بفضيحة مدوية ونرجع نقول اصل عندهم الدون. ربنا يستر. انما ايه حكاية بقى لقاء الصقر اللي انت بتتكلم عنه يا مولانا؟
احنا عندنا كمان ساعات قليلة مباراة الزمالك والترجي التونسي في دوري ابطال افريقيا، مباراة الصقر الحقيقية لنادي الزمالك عشان يصقر لكرامة الفرقة ويصقر لتيشيرت نادي الزمالك بعد ما فاز الترجي ذهابا وايابا في السنة اللي قبل اللي فاتت، وفاز المرة دي في لقاء الذهاب. فلا بد من الصقر، لازم تحفز لعيبتك وتقول لهم ان دي مباراة رد الاعتبار ورد الكرامة الزملكاوية قبل ما انها تكون مباراة التأهل. لقاء مصيري ولقاء حاسم في مشوار نادي الزمالك في دوري المجموعات، لان لو الزمالك ما كسبش يبقى خلاص الحلم الافريقي انتهى، ولازم تحط دوافع كمان قدام لعبتك ان اللقاء ده رد اعتبار وكرامه، لقاء حياه او موت كرويه، ولقاء عشان تثبتوا لنفسكم ان انتوا فعلا تقدروا ان انتوا تلبسوا تيشيرت نادي الزمالك وتحطوا على كتافكم احمال والام الزملكاوية في الفترة الأخيرة، وتحاولوا تدووها، لأن الجراح اللي انتوا عملتوها مع جمهور الزمالك الفترة الأخيرة كتير جدا. داوي جراح الزملكاوية بلقائكم أمام الترجي، إما النصر أو ما تروحوش النادي، ملاش حل تاني، يا تكسب يا تقف في مكانك. لحد هنا بتنتهي حلقتنا، ويا رب تكون الحلقه نالت اعجابكم، ويا رب نكون عند حسن ظن سيادتكم. واللي لسه ما دعمش اخوه باللايك يا اخي فضلا منك وليس امرا، ادعم اخوك باللايك. واللي لسه ما اشتركش في القناه فضلا منك وليس امرا، اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد، وتكون واحد من افراد اسره ما لعب أفضل.